السيد الرئيس بمداخلتنا ونتحدث باسم الفريق الاستقلالي دون ان نعرج على القضيه الحدث الذي عرفتم اليوم قبيله فقدان المواطنه لورا في حدث مؤلم ومؤسف ديال المقابله ديال فريق الرجاء مع فريق اخر من مع الاهلي المصري. انا ما فهمتش السيد الرئيس كيفاش ما نحددوش المسؤوليات وكيفاش ما نتكلموش على الحيثيات، امر طبيعي يعني التحقيق غادي ياخذ النصره ديالو، ولكن لابد ان نرتب المسؤوليات ونرتب الجهه اللي كتحمل المسؤوليه، ما نقولش واحد ولا جوج ثلاثه، ولكن ضروري السيد الرئيس لابد ان نتحدث على هذا الموضوع، والا راه كان المشكل غادي يوقع ثاني نهار الثلاث في عين السبع وكنا غنزيدو كارثه اخرى اكبر من ديال محمد الخامس. إشكالية مركب محمد الخامس تبقى مطروحة، كان بد أن نلعب بمركب كبير، كان غيدا عندنا في سيدي مول، للأسف ما عرفش علاش توقف الفكرة ديالو، وبالتالي لما نتحدث عن إصلاحات جديدة السيد الرئيس، إنما أنا كيبان لي أننا غادي نبداو نهضرو بمال العام، 22 مليار ما دارت والو، جينا لقينا السواري خاوي، البلاصة 6 و7 ما خدامتش. هذا كلام شويه خصنا نوقفوا عليه السيد الرئيس، وانا اعلم انك لك كامل القوه والجرأه والفعل باش انك توقف هذا الشيء. كيف السي الناصري كيتساءل لا يستقيم ولا يعقل نتحدث عن الحيثيات، بل يستقيم ويعقل نتحدث عن الحيثيات باش نوقفوا باش ما يوقعش اشكال اخر قريب، لان المقابله تبقى بعدا ولان المنافسه كاينه، وبالتالي الامور هذه خصنا نوقفوا عليها. السي الناصري كيقول في لجنه التتبع اتفقت، انا ما كنفهمش كيف لجنه التتبع تتفق على عقد لقاءات في غياب، اقول في غياب نظام داخلي ينظم عمل هذه لجنه التتبع. انا كنشكر بالمناسبه السي احمد افيلان، لان اول لقاء درنا بالمناسبه من بين لجنه التتبع النشيطه والمنتظمه لجنه ديال التتبع ديال القطاع النظر، درنا نظام داخلي، هذاك النظام الداخلي هو اللي كنتحكموا ليه، ما كنبقوش كنتلاقاو وكنقولوا شنو نديروا، نظام داخلي كنا جبناه كمشروع، ناقشناه صدقنا عليه، وبالتالي لجنة التتبع السيدة الرئيسة، هي الرئيسة بالمناسبة ديال لجنة التتبع كاملين، خصهم يديروا أنظمة داخلية ديالهم، اللي على دوار غادي يشتغلوا، وإلا غتبقى الأمور بغداشية. ونحن نتحدث عن الرياضة السيدة الرئيسة، والمناسبة شرط. حنا في فصل الصيف، هل امريكا مجلس مدينه السيد الرئيس سياسه ترفيهيه بمناسبه فصل الصيف للبيضاويين وللزائرين لمدينه الدار البيضاء؟ هذا سؤال ربما يمكن الاجابه عنه في تفاصيل وتلايا البرنامج ديال العمل اللي غيجي من مجموعه ديال التظاهرات، مجموعه ديال الاحداث الى غير ذلك من الامور، لكن هذه السنه هذه كان بدا السيد الرئيس انه كان عنده واحد السياسه ترفيهيه كان كنديروها للبيضاويين، حيت الساعات كازا ايفنت التي تحتكر تنشيط مدينه الدار البيضاء، فما عندنا ما حتى علاقه باش نكون واضحين، لا في اللجنه الدائمه السيد الرئيس لا في التقارير التي كتقدميها، ما كيعطيوناش اش كيديروا واش باغيين يديروا، وحنا بالمناسبه مغيبين السيد الرئيس، يعني لا حضر ما كيحضر شي واحد ولا ما كيحضر حتى واحد، اذا حنا هذا الصيف هذا السيد الرئيس محتاجين الى سياسه ترفيهيه، الى سياسه رياضيه، الى سياسه ثقافيه تنشط مدينه الدار البيضاء وتنشط البيضاويين والزائرين للمدينه. كان ودي نتكلم على مشكل الشواطئ، تكلم عليه السي بريجا سلفا، هذا مشكل لا في المداخل لا في السياسه ديال التدبير ديالو. السيد الرئيس انا اعرف انك لك من الجرأه ولك من الحكمه تحلين هذه المشاكل ديال لا الشواطئ لا غيره. ونحن نتحدث عن الصيف الحار سيدي الرئيس. بدات البوادر ديالو كارتفاع درجه الحراره، اتصل بيا شي يومين هذه واحد المواطن يشكو من هجوم الثعابين سيدي مومن على المنازل. سيدي الرئيس كازا بيضاء خاصها تلعب الدور ديالها، كازا بيضاء راه العمل ديالها شويه ناقص، صحيح كدير الحملات الروتينيه، حملات ديال التسويق، حملات ديال التصوير، ما بغيناش هذا الشيء. خاصها تخرج، خاصها دير الدور ديالها اللي خصو يكون، والا انا كنقول لك دابا انا واحد دابا شكايه ديال المواطنين التعابين اللي يخدموا عليهم.
في غديرو، وحنا في المدينة سميتها الدار البيضاء، ماشي في جبل، حنا ماشي في الصحراء، حنا في مدينة سميتها الدار البيضاء، وبالتالي كازا بي أقصد العمل الدور ديالها اللي يمكن أننا نتجنبوا به، لا قيد الحر ديال الصيف، سكن تعلمون سيدي ممكن واحد العدد كبير من الحياة الصبيعية يعانيو من المشكل ديال السكن الكريم، ولا هادشي ديال القوارض والزواحف اللي بين الفيل والأخرى كيخرج لك بحال هاد المشاكل هادي. توصيات اللجان السيدة الرئيسة والدورة كثيرا ما طالبنا من السيدة الرئيسة أن توفروا لنا نسخ عن الدورات وعن تقارير اللجنة، حتى الساعة يمكن كتقولي راه كاين في الطابليت شي راه باقي في السيدة الرئيسة، ولا وصل لا وصل السيدة غير مفعل وما مشارجتكش تدخل تيليشارجي ما تدخلش حتى حاجة، أرجوك السيدة الرئيسة. أنا عارف أن في لقيتي هاد النقطة بشي فيها تمشي إن شاء الله. هذوك التوصيات ديال اللجان خرجوهم من الحيز ديروا واحد اللجنة موضوعاتية خاصة بتفعيل اللجان توصيات اللجان والدورات، وغادي نحققوا من خلال هذه العملية إشراك حقيقي للمجلس ولأعضاء المجلس، وبالتالي يكون واحد التواصل فعال بينكم وبين المجلس ديال المدينة، وغنحققوا أمور اللي يمكن غنكونوا منها. تقريركم السيدة الرئيسة، التقرير الإخباري لشهرين من العمل بين دورتي شهر فبراير وماي، تنشيدوا به أعمال جليلة، لقاءات مكتفة، تحركات وأنشطة كثيرة، إذا كيبقى هو عمل بين الكم والكيف، عمل يعني نشيد به، وإلا حتى التقرير ديال اللجان السيدة الرئيسة، كان عندنا واحد شوية ديال الملاحظات، كاين واحد التلقائية ديال الصور، اللجان الأعضاء كيحضروا لهم واحد المجموعة ديال الأعضاء، ربما كاين الصور ديال المنصات هي اللي غالبة، لكن الأعضاء اللي كيحضروا بكتابة وحضور تام ومستمر وغيابين التصور، ماشي غير هذا باش نبانوا التصور، ولكن نعطيو الصورة الحقيقية، نذكروا الصورة الحقيقية ديال أعمال اللجان. لقاءات خاصة، لقاءات خاصة السيدة الرئيسة ديال التدقيق في المنح. معذرة، حنا جبنا الأول الوردي باش نعبروا على حركة و يعطيو شوية. لقاءات خاصة ديال تدقيق في المنح السيدة الرئيسة، كانت لقاءات، كانت ثلاثة لقاءات ديال الأسف، كانت لقاءات في الشكل، ما درنا حتى شي حاجة من وراء اللقاءات. الكلام اللي تقال أننا غنمشيو نحلوا الإشكالات مع الخازن الإقليمي، باكشي على الورق، ما تفعل والو، لحد الساعة، لحد الساعة، الجمعية باقا ما بزاف ديال السيدة الرئيسة. لا لحد الساعة قالوا والو السيدة الرئيسة، يجيبوا لي مرضى ديالهم وياخذوا فلوسهم، ونحلوا الإشكال ديال سنة 2022 بسنة 2023.